اشتاق للمرأة. اي بس طيب ما نكمل نقاش. اداره الفقره عند من؟ اداره الفقره عند عبد الله الشليهيب صح؟ هو اللي يسمح وهو اللي يوقف. اسمعني انا محصل الميزه هذه فينا كل بيبنا. دقيقه نواف، اي واحد يتكلم فينا بحرف شارك يا اخوي، ما حد مانعك، بس لا شاركت، خل خويك يخلص يا ثامر الكلام. اللي يا اخوي انا رحت من هناك داري بيجيني الدور ولا قلت اقل هذا بكمل بقول برد. طيب خلنا عبد الله يوجه اسئله نجاوب. ايه شلهيب ما انا فهمني. انت اول شيء اشكرك، موضوعك قوي وبطل مثل وجهك الحلو يا حبيبي، بس انا اقول رجال تعبان. إيه بس لا تشدون انتم بعد مرتب، لا بطل كلامك بطل، بس ليش تقاطعون الحكي؟ ليش الباقي طيب قاطعوا يا ثامر؟ مرتب انا موجه يعني ما اقدر اعطيه بهاجم. لا انا مو بهاج حبيبي ثامر، أشر يقول قلت إيه نقدر نوقف بعض. قلت احنا ندري عندنا مشكلة في الحوار دائما، لكن أدري والله أدري شيء علاء صدق عندنا شيء مشكلة. يا عيال سلطان خلي شف أكثر أنا قاعد أتكلم كلكم تكلمون صدق عندنا مشكلة بالحوار يا عيال. ترى والله صدق من احترام الرجال إنه إذا تكلم يسكت الثاني، هذا احترام يعني دقيقة. لكن لا صدق مسعود 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 الحين عين عين وعين مخ مسعود 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 لو كنت جالس الحين مع ابوك عندك عمامك ولا اخوانك ولا عيال عمك، اسالكم بالله يا رجال تقدرون تقاطعون؟ لا يا ولد يمكن ابوك يقوم يطردك، يمكن ابوك يقوم يطردك. انا ذنك انا ما يقهرني اذا جاء رجل مرتب له كلام. انا مسعود يرحمك. لا والله مسعود اللي يسويها ضعيف. خلنا لبي جايك في ديتك خلنا نكمل. يلا قوم انا والله صدق مسعود في ذمتك مجهز لك كلام. صل على النبي قطيت عمي وين قبل شوي. لا انا اقول فينا والله انا في اغلبيتنا انهم قطع كلام وان الواحد ما ياخذ فرصته وان الواحد يقوم يتكلم واجد على يا اخوي. اذا انا مرتب كلام او جاء سؤال قال راعي الفقره وبعدين بنص الفقره ما احترم دقيقه قال الشلهيب ميدي قال عبود ثامر ابد كلامك. جيت انا سلام عليكم قال طب كيف اخلص كلامي؟ لا ونص الفقره يا عيال يا عيال ترى سهل انك تاخذ الصوت بالصوت سهل مره كل رجال يقدر يسويها. كل رجال اقسم بالله اسمع ريال الجلسات اللي برا اقسم رب النعمه الشريفه اني اكثر من مره في موضوع بتكلم عن بدخل اشوف رجال تقاطع كأنه بهوشه اسكت اقدر اتكلم اقدر ادخل مبدا صادم الصوت بالصوت تسلم لكن احترم نفسي واقوم اجسم كذلك. اسمع بقول والله يا بعض الجلسات مو بقصور في ربعها ولا اللي جالسين بس اني اتحاشاها ليه اني لو دخلت وتكلمت ولا ذا تقاطع اصوات وغير عن كذا هم انا علم الشباب بعاميه في رؤوسهم ان الريلتي كلام. ودقيقه ثامر الريلتي كلام ترى ما له داعي تجاوب يا عبد الله ما له داعي ترى تجاوب لازم تترك مساحه لاخوياك ما له داعي. بوضح نقطه لو تلاحظوا كل اللي يسولفون ترى لا بوضح نقطه عبد الله بوضح نقطه انا اسمعوني ترى كلامه صح كلامه صح بس انا اعلمكم ليش انا بقدر اتكلم في كل مكان طال عمرك واصيح واقول واحط المعلومات اللي في راسي بس ايش اجي اشارك طال عمرك كل 20 يتكلمون ليش ليش احط نفسي في موقف بايخ. الشيء الثالث اسمعني الشيء الثالث لا حد يفكر والله ما تعلم الشيء الثالث النقطة مهمة طيب خليني اكمل النقطة المهمة اللي بقولها ترون الجمهور والله ما يحب ناس تقاطع والله ما يحب قسما بالله ما يحب اللي يقاطع باختصار اجا تفضل بعدين قول ثامر قاطعني تفضل يا ابو صالح 60 الف مرة ولا تبغين نقاطع تفضل المايك انا نشتك هو يجيب مثال ما هو بنت مثال نشتك ابي بس انا بجاوب بالامانة تكلم بس توصل الى الان والله انا يا مشعود انا ما شفت مقاطعه شوف الكلام مرات لا غلط لا والله مسعود هذا اللي يخلينا ما نتكلم حماده الله يرحمه والديك كل من هذا تفضل يا رب خلنا ابو جابر اكثر واحد يسوي سعود يقول في كل فقره في مقاطعات ابو حماده هويه ولا عادي بس اسمح لي في كل فقره يا شباب ترى ما له داعي الشخص يجاوب اكثر من مره اترك مساحه لاخوياك والكلام هذا انا اقول الان للجميع حماده دائما يدير الحوار ما نختلف
حماده ترى انا مكلمه يجي بعد حماده ادري انه يدير الحوار بشكل صحيح يطلع ويعطي نقاشات لكن ما له داعي انه حماده ممكن يوجه الكلام لشخص والشخص يعيد ويجاوب والشخص الثاني يعيد يا جماعه كلنا لازم نتكلم لان ترى كلنا نقدر نجاب هالصوت بالصوت لكن ما ينفع احنا رجال صح يا سعود انا اكتشفت حاجه في ناس اللي قدها تدير مبادره او حوار ما يحبون حد يقاطعها واذا صاروا في الجلسه يقاطعون الناس والله ليش بس جبت لي ليش ليش طيب يا هنا ويعني انا والله صلي صلي قالها باختصار طيب بس سعود سمعت البقاء الأقوى لا 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 حم حم في هدى دقيقة دقيقة ما في كلنا قويين بالصوت أنا أخذ بالصوت أقدر أخذ بالصوت أنا قاطع ثامر بالصوت لا لا ما نبي لا بس ما قاعد تسولف في كل مجلس هذا أي مشكلة أسمع أسمع كل واحد صلوا على محمد عندي كلمة خلاص بدعس يا شلهيب يا شلهيب أنا عندي كلمة أول شيء أنا بسألك دقيقة وأخر فلس دقيقة أنا يوم سألتك إيش قلت ميدك قلت استأذنك عندي كلمة صح ولا صحيح. بإشارة ما تكلمت صح ما أبي أقاطع أخواني صح يوم جاء الدور عندي قطع أبو رحيم بالصوت أنا أقدر يا عبد الله إني أقول بالصوت ولد أنا عندي كلمة وتسكتون كلكم وحكي قطع أبو رحيم خليته جيت أنت قلت يا عبد الله تفضل وش عندك صح ولا لا صح. أنا رغبت بكلامي لا هو اللي جاني شلهيب راعي الفقرة قال عبد الله تكلم صح. تكلمت ليش يقطعوني يوم قطعني اقدر اني البخه قدام الناس كلهم لكن ما بيها فلا هي بزانه انا لين اخلص كلامي امشي واسكت لان اول شيء انا ما حكيت من رغبتي بدون لا يقول لي المقدم هو اللي جاني المقدم قال يا عبد الله مصري تفضل ايش عندك هذه نقطه حبيت اوضحها انا كم انا بقول لك خاطر الناس والله العظيم مثال انا اقول فينا مشكله من بدايه البرنامج الناس يشوفون يحسبون الريلتي بالصوت لا تكلمت واجد بكسب العالم كله لا. يا اخوي ترى اقدر بكلمتين بكلمتين اسحب المتسابقين يصفي اقدر كل يا اخوي كل اللي عاده ولا انا رجال ما اقدر اقاطع مثلا تكلم معي حماده والله وهو يعرف كم مره اضحك معه واسكت ما عليني خلص كلامه ورد اقدر انا اتكلم بس يا اخوي كلمتين اجي ولا اني انا رجال فيني بعض الحين انسى مجهز لي كلمتين ابي اقولها اول ما انطق بنص الكلمه ورد ضاع الكلام اللي في بالي صح ليه ليش ما اعطي خوي احترامه يخلص كلامه عندي كلام اواجهه بكلام عقب ما قدرته اللي يتكلم عنه رجال تاعب كاتب وجامعنا ويا رأي ما خلوا حتى المقدم يخلص كلمتين المقدم ما يقاطعون المقدم تدري انا من المره الجايه خلاص ترى انا عديت مع عبد الله شليهيب فقره يا اخوي الجزئيه الاخيره قسما بالله ما قالها عبد الله قلتها ختمت على طول بقول شيء اشكرك على ترتيب كل فقره لا في كلام لا انا جدي اشكرك لا لا اتمنى لا صار كل واحد يعتبر نفسه في محل مثلا الشيء ايوه طيب لو ان كل واحد منا احنا نشوفها في ناس تودها تحكي ولا تقاطعها انا بسوي مبادرتي على كيف ولا احد يقول لي كلمه اسكتوا بعلمك دقيقه كل واحد يحط محله في محل الشليهيب اليوم لو النهل حد يقاطع والله اني ازعل ويا ابجر ويغدي في راسه شيء والله ثامر والله بس بس انا وريان امس جينا عند منو النايم بالمطبخ بسام وغسان ومدكم واحد تعبنا على ختام ما قلته ختمت على طول والله اني كتبت والله اني كتبت كتابه عرفت على اني اكتبه ما قلت انا وعزيز قلت ليش ما قلته ما قلته من الزحمه اللي صارت قلت وقف ما لا تفرح طيب بس سعود بس حماه ابو هادي بس سعود 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 يوم فكره ناصر الحربي نزلت عليك كيف حالك طيب يوم انك خاصمت الشباب عشان مقاطعات صح ايوه وكل واحد يذب كل واحد مقدم فقره رسمي في الاداره وتجي بالشكل هذا غلط طيب صلوا على النبي صلوا على النبي ممكن اخوكم الصغير حماده يتكلم تفضل انا بعلمكم عبد الله انت عملت الفقره هذه محاضره ولا موضوع النقاش في نصين موضوع محاضره ونقاش بغض النظر انتين ترى محاضره انجلك بتتكلم تكلمت موضوع وخط راي الشباب ايه؟ طيب دامك فتحت باب النقاش كل اللي بيتكلم كل اللي بيدلي بدلوه ما اخترت الكلام بس باداره الحوار لا دقيقه احنا درسنا ونفهم الامور خلينا على اداره الحوار اداره الحوار في لقاء لما تكون عارف منهم والله دقيقه نواف اسمح لي حماده دقيقه مشعل اسمعني نواف نايف لا حد يستظرف
تجي في حوار تكلم عادي قاطع بعض بس تكلم وكلمة نايف. بس استظراف ما نبي نايف. الاستظراف الاستظراف انا براسي الاستظراف الاستظراف هو مشكلتنا هذه قطع كلمه كلمتين دي هذه مقاطعه حمد اسمع انت اسمعني الحين يحيى قال لي بتكلم قلت يحيى ما في وقت نايف مشعل قال لي بتكلم مشعل سويت لك قلت لك انطر اهدى في ليه ما زعل انا قاعد الحوار اوجه السؤال اللي ابي صح يمكن دقيقه قبل اللقاء يمكن متفق مع حماده متفق مع سعود ريان على عبد الله مثلا بوجه عليك سؤال يمكن انا متفق معه ابى انجح فقرتي صح صح ليش لا حقك كيفي انا الفقره هذه متفق مع ثلاثه اسئله ابي اجابه صحيحه تكون هادفه للام والاب انا متفق معهم والاجوبه عارفه قبل ينطقونه ابى انجح فقرتي ما يجي واحد يخرب علي خل صح ما يجي واحد يخرب علي عندنا مشكله يلا عندي سؤال ما يعرف اجابته غير عزيز مثلا اروح اسال عبد الله لا ما اساله ابي اجابه صحيحه عند عزيز هذا اللي نضبطها في ختام ختمها ولا قلته طيب كتشبيني لا من اللي زعلان على المقاطعات انا اول واحد ولا ارضى والله العظيم لو انه غير الشخص اللي قاطعني ان يصير علم ثاني لكني احبه واقدره ولا سويت شيء بيض الله وجهك بيض الله وجهك صار واعطيتكم اللي في قلبي لو انه غير الشخص اللي قاطعني كان سويت علم المهبزي بس قدام انه هو دمحته ومشيت ومشيت لا محمد الله يبارك فيك الامور زانه يا رجال وطيب لكن راح نكون في الطقطقه سالفه المقاطعات سالفه خلنا اعلمك بعلمك ابو جابر خلنا اعلمك الله يطول عمرك المقاطعات وارده شوف يا شباب السالفه هذه المقاطع طيب ضحكنا قبل شوي نضحك مره ثانيه ندرك خفيف دم ممكن نكمل المقاطعات وارده ومستحيل تكون نقطه حساسيه بيننا تدرون بوضع الشباب يبون يقاطعون يبون يذبون يبون انت ليه مشخص الموضوع ليه مخليه جدي انا لا هي ما تقبل لا جديه ولا شوف طيب قاطعت نقص من عمرك يوم لكن احنا اللي بنوصل الكلام هذا ما هو بزياده صوت لا بنوجه كلام يا عيال ان حصلت مره ثانيه العموم يلتزم الصمت اما مساله حساسيه ما داخل بقلوب بعض رشيد ما داخل انا حساسيه الرب شلون من حساسيه وانت جالس ترفع صوتك قدام خربت فقرتي يا حماده قدام الناس طيب خربت فقرتك إيه؟ انا حماده خرب فقرتك وبعدين ليش تجي طيب دم بعدين تخرب ليش تجي نظري قدام الناس بشكل طيب وبعدين وبعدين ايش تبي تسوي التخريب الاول والاخير ما قصدت التخريب لكن هذه عاده صارت يوميه كذا الحين سؤال يا حماده حماده انت الحين تتكلم جدي طيب تكلم جدي طيب وجاوب قطع اكثر لا ما بتقاطع ليش صارت ليش قبل شويه نعم تحصل صدق انا ما اتكلم المقاطعه اقول لكم شيء مو بزين لكن نتكلم لكم حصلت المقاطعه طيب دقيقه يا عيال دقيقه يا سعود احنا كنا نجلس بالجلسه اللي بالنص جزء منا كان يسكت وانا من ضمنهم ما نسكت نقص علم ولا نقص سوالف ولا نقص رجوله ولا خوف لكن نسكت يوم نشوف الرجال قاعده تقاتل عشان الكاميرا وش نسوي نرفع ايدينا حكمه وعقل لكن بعدها سحبنا نفسنا الان صارت الحزيه ومسحبنا نفسنا صرنا نجلس بعيد طيب اذا انا كل ما جلست في مجلس قالوا فلان تكلم فلان ما هو احسن مني انا عندي الكلام عندي الطلاقه يا اخي اعطوني مساحتي الا اجابها الصوت بالصوت يا اخي ما يصير عبد الله اليوم سوى فقره انا كانت عندي فقره بعد عبد الله كنت بخليها بعد مده اقسم بالله طاحت من عيني الحين كيف اسوي فقره عند واحد اذا نتكلم عن اب وام اعظم ناس بالدنيا يضحك يضحك مكان شوف مكان كلمتك فيه هم اللي يقولون يقصدوني انا بهاك لا مو انت بهاك الشيء اللي انت بيه لا تكلم جدا حماده ابوصل معلومه ترى الجمهور انت كنت على فكره ما يحب اللي قطع سواء سالفه ايديه ولا سالفه حوار ولا نقاش لا هل انا قاعد اطقم سياره ترى طيب سمع الجزار يا ولد وانا اسمع اللي بيقاطع يقاطع راح تصير سلبيه عليه مو سلبيه علي وترجع على شخصيته انا والله الله مني قدمت خلاص ما قصرت ولا توقف طيب جاي اسولف في عرض لا ما في خلاص ما يكون محتوانا يوم كامل مقاطعات لا ما في الرساله وصلت لا حد قال من باب الاحترام كلنا عنده محتوى وكل شيء مش عارف مش عارف تعال يا نايف ونقطه مش عارف قبل لا نحسد بعضنا يا عيال كلنا عندنا محتوى والله حرام المقاطعه قد دمرنا شوف انا من الناس اللي ما شارك عشان السيد عادي انا اي بس مسعود لما انا كنشت يا مسعود وجاء واحد قاطعك انت انا وياك صرنا بحديث قبل اسبوع تقول يا ريان انا ترى تدري ايش اللي ينفذني اكثر شيء اذا واحد انشد ضحك وانا انشد
يعني ايش؟ ليش قبل شيء زعلت؟ طيب. قبل شيء تقول عادي مقاطعه. انا اللي قال عادي. اذا انشد، اذا تكلم راح السوالف، اذا تكلم راح القصه، اي شخص يضحك وانت تتكلم جد راح تزعل من الاخير. ما اشارك. في ناس عندهم مشاركات ولا ابي اشارك. عشان الشيء ذا. وطيب لو بتشارك؟ اذا صار فيه شوف الفقرات اللي جاوا المطوع ذا ارفع يدك وشارك. شوف حد بيقاطعك؟ لا. ايوه ليش؟ ليش؟ ترمينه؟ يا سلام. يدرونها فقره رسميه. طيب يدرون فيها نقاط بعد. أيوة فيها نقاط يا رجال. المبادرات اللي مثل جزيل اللي قدر خويه. أيوة انتوا حطيتوا شيء من لا شيء. انا ما اشوف حصل فيه مقاطعه ولا شيء. وجهه نظرك ابو سعد. انت ساس البلاء. انقلع وراك يا احمد رحيم. انت كل شيء من راسك. السالفه انت كل شيء من راسك. انت كل شيء من راسك. انت السبب. ما قلتوا لي يجي عبد الله احمد رحيم كمان. احمد رحيم هذه حمديه. انا اعتبره مني ما راح يجي. يا رجل لحظه فكني يا مصطفى. حذركم من المره الاخيره. يعني بتخرب. زين نبي منك طاش. بتخرب. ابو رحيم ما انا بجالس. خلاص. يعني ناوي. خصمك اثير. يعني مو جاي منك شيء طويل. صح؟ احمد طلب. لبيه في مسرحية بكرة. مسرحية أي شيء أنا جاهز. نعم جايين. أنا جاهز. طيب. بس أنا كل ما جيت أبى يا ولد المكيف يا رجال يجينا في الغرفة ذبحنا. أتكلم لساعة. ذبحنا. يا تعال. نطقك. الحين الرجال يصير الموضوع جدي. ولا اللي يلهب لهبنا. هذيك. ولا يهبدك هذيك. أو رب الكعبة. إيه عزيز كفو. أنا أتكلم من جد. كفو عزيز. الورع. دقيقة. أضرب أضرب. أبى أتكلم أبوجه الكلام. عزيز. عطني فرصة. حد مدد. ها دقيقة. لا حد مدد عشان ما أتجرأ ومددي. أيوه حلو. إيه اجسوا. اسمعوني. أنا قلت الورع من 10 سنين. الورع لا ما بي حاجة تعطيه صح؟ طيب خلاص خنجر. أمغطه. لا أنا شفته. صدق؟ صدق؟ عطي. أمغطه. احنا شايفينك ها ها. صدق؟ أبعلم احنا شايفينك ها ها. صدق؟ أنا والله. أنا والله. مهما حصل بيننا امشوا على قاعدة خصمك لا أسيبك. لا خصمك لا. مشعل كان عنده كلمة يا عيال. مشعل. نعم. خصمك أسيبك لا. خصمك أسيبك لا. مشعل. يا والله طلع أنا تعبان مذكب. داروني يا أخي. مذكب. الاشياء اللي ما ممكن ممكن أكمل. لا لا ما بيدري. لا 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 ما أدري. من القميص في عله مشكله من شفناه طلع برا انا بطلع برا الموضوع انا ما اتحمل كلام حماده الموضوع خرج عن السيطره انصدم من كلامه يا احمد خلاص يلا انا برا الموضوع خرج عن السيطره لا ما عليك الامور طيبه ان شاء الله وكثر الحكاء وصار اللي كنا نتحمله وصابرين عليه صرنا لا نتحمله المقاطعات مشكله معنا من بدايه البرنامج كنا متحملينها شوف بسام يقاطع عندي شو اللي صار الحين هل بدأت تضيق الانفس لا 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 ومستحيل شوف هل بدأت تسقط الاقنعه ممكن اكمل حبيبي تزعل من المقاطعه وانت تقاطع خلاص اسكت يا مرضخ مع عصا سمي بقى يعرف الصديق ويعرف سعه خاطر الرجال بطول المده يقعد الرجال يوسع خاطره على اخويا نعم سالفه يقاطعني سالفة خذ كابي شق ثوبي لأن شب ولا كلمة أصمت 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 ما عصى كلامك والله صحيح خويه بجلس معاه وبيعرف معدن ويعرف معدنه بس خويه إذا ما يبين يظهر على الشاشة يبي يقول لي يجلس ويسولف أنا وش استفيد هذا طيب مو خويه ما راح اطول العاده هذه انا مو خويه بتخسره يعني بتخسره منها ما راح تكرر من الجديد شباب 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 ترى احنا في برنامج شبابي رياليتي واقعي يا سلام الاشياء المقاطعات دي اشياء روتينيه فيه يا سلام سالفه تبيني خلص كلام ذا ابدا ذا خلص كلام هذا في بيوتنا كذا حتى بالصراحه هذا وضعنا مو جديد علينا حتى بالصراحه مع اخوياك ترى يصير بس مو بالطريقه لا لا لا, لا, لا بنفس الطريقه لا والله ربع واخوان نضحك ونستانس موضوع حاد فطك ما فيها اي شيء اما سالفه شوف انت تقاطع انت تقاطع وانت اللي تزعل كلامك كثير كلامي كثير كلامي كثير لانكم اصلا اظهرتوا ما في بواطنكم من اول مقاطعه مواطنكم مواطنكم حلو والله ترى حماد حكيم عنده لا يعني انت انا صراحه اعطيك بيرق القياده سلام بيرق سلام اوه
لا 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 هذا حق اللي تجي لا 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 ثريا ثريا اتمنى انكم تشاركون كلكم يعني ان شاء الله يوم الاثنين الجاي بامكاننا نولع اللمبه الاولى اللي هي مليون ريال ان شاء الله باذن الله وين تولع 300 ريال مدى الحياه والله العظيم يا ريجي اني متحلم البارحه اقسم بالله اليوم الصبح ايوه والله العظيم اني اتكلم ان الرصيد يزيد والله العظيم اني متحلم في ذمتي اني صادق ان حلمي ان الوقف نقول المبالغ اللي بيجي والله العظيم اتكلم جد باذن الله واحد راح ان شاء الله باذن الله اول ما قال وقف اليتيم 3